وعايزين المستوى يتطور، لكن ليش معنى الراجل ده؟ مع ان انا شخصيا كسيد عبد الحفيظ يعني ليا تحفظ كتير جدا 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 على ادائه، بس اشمعنى هو؟ ليه مثلا عبد العزيز السيد رجع؟ ليه محمد الحنفي؟ تعرفين محمد الحنفي في سبع حالات في موسمين اتنين، مش في 10 ولا 12 ولا 15، في ستة أو سبعة في موسمين اتنين ضربات جزاء مليار في المية على نادي الزمالك ما حسبهمش، مليار في المية في موسمين اتنين بس. ليه أحمد حمدي بس اللي راح مالطا؟ ليه أحمد حمدي بس اللي اتنفى؟ ليه؟ أمين عمر في مباراة واحدة بس، مباراة الأهلي مع إنبي موسم 2014-2015، مباراة واحدة بس في ضربات جزاء ثلاثة هاتريك. بقى عندنا ثلاثة هاتريك، أمين عمر في مباراة الأهلي وإنبي 2014-2015، عبد العزيز السيد في مباراة طنطا والزمالك، وأحمد حمدي في مباراة طلائع الجيش والأهلي السنة اللي فاتت، ثلاثة هاتريك. طب اشمعنى الراجل ده؟ ليه ما تديله فرصة؟ ممكن. اشمعنى الراجل ده اللي قدرته عليه؟ اشمعنى أحمد حمدي اللي ما شفناهوش تاني؟ دي المباراة طبعا اللي كانت مباراة طلائع الجيش، خلاص يعني اجري والناس كلها حافظاها يعني. طبعا هما ضربات جزاء مفيش أصعب من كده ولا أسهل من كده ولا أسير من كده ولا أي حاجة عايز تقولها قولها، مش مشكلة، كلهم سهلين جدا. طيب ليه الناس بتقول أمين عمر؟ ليه أنا بقول أمين عمر؟ اطلع يا ابني، اطلع بالصندوق، طلع اللي في الصندوق، يلا طلع اللي في الصندوق. مباراة فقط فيها الأهلي الدوري، أو من ضمن المباريات اللي فقط فيها الأهلي الدوري موسم 2014-2015، التالتة بتاعت عماد متعب، معرفش هتلحقوا تجيبوها ولا لأ، بس التالتة في الدور التاني في الشوط التاني لعماد متعب. آدي كابتن أمين عمر، خش على كابتن عبد العزيز السيد، مباراة طنطا. اشمعنى ده بس اللي قدرني عليه؟ اشمعنى أحمد حمدي اللي قدرني عليه؟ هقول نفس الكلام تاني لكابتن عصام وكابتن وجيه، اختيارات دايما كابتن وجيه، كل الاختيارات اللي جوه يا احمد، كل الاختيارات. اسمعوا مني كلمه وافهموا بقيتها. تخدعني مره عيب عليك، تخدعني مرتين عيب علي. اللي جاي هيبقى شكله ايه في الامور التحكيميه؟ مش هنقول نفس الكلام بتاع كل السنين اللي فاتت وكانه مقدر بالنسبه لنا. مش عارف ايه حكايه دور الثمانيه معانا في افريقيا. السنه اللي فاتت يوم 10/9 كانت مباراة طالع الجيش، وكانت قبل مباراة الترجي على طول، قبل مباراة الترجي على طول في دور الثمانية برضه. السنة دي مباراة الإنتاج الحربي، بيدخلونا معنوياتنا مرتفعة. يلا اتبسطوا هيصوا، مفيش مشكلة عندنا خالص. يعني زي ما قلت لكم التحكيم ثلاث أيام بالنسبة للنادي الأهلي، يوم مش مع النادي الأهلي، اليوم الثاني ضد النادي الأهلي، اليوم الثالث أكيد مش في مصلحة النادي الأهلي. أمور تحكيمية عجيبة، ونطلع نصدق الناس، نطلع نتكلم مع الناس، وتطلع الناس تهاجمنا وتقول لك أنت بتكسب بالحكام. يا نهار أسود، بعد اللي شفته ده كله، اللي شفته وتيجي تتكلم مع حد يقول لك إيه؟ فاكر جول